صباح تحيه لكم، اهلا وسهلا فيكم. ما بزبط نزور اي محافظه من محافظات وطننا الحبيب الا لنحكي عن الشباب ودور الشباب والرياده عند الشباب. اخر مره اجيت زياره على العقبه التقيت بشاب صاحب مشروع وفكر مميز. هاي الفكرة ابتدأت من عنده والآن عم نشوفها عم تكبر أكتر وأكتر، وعم نشوف قديش صار فيه اهتمام كبير لهالفكرة. مشروع عقباوي وصاحب مشروع عقباوي مصطفى العجلوني، اللي أنا هيك هاي الفكرة ضلت براسي وسعدت صراحة وحسيت بالفخر بهالشباب المتميز دائما بأفكاره وكل ما يقدم بالريادة. سعيدين جدا يكون معنا مصطفى العجلوني عبر الراديو. هلا يسعد صباحك مصطفى. يسعد صباحك رندا، ويسعد صباح المشاهدين. حابة أعرف أو نعرف المستمعين، أنا بعرف عن مشروع عقباوي، هذا المشروع المميز جدا جدا، وكيف بلشت الفكرة معك؟ طبعا رندا، يعني دائما الأفكار الريادية لازم يكون منبعها حل مشكلة إما سياحية أو اجتماعية. كونه في العقبة، أنا ب 2017 لمست حاجة عند السياح انه ما في تواصل مباشر بينهم وبين المجتمع المحلي، وبحكم شغلنا كان في قطاع السياحه حاولت قدر الامكان انه يكون هذا التواصل عن طريق تفاعل. فبال 2017 اشتغلت على انه نعمل تصاميم لانشطه ممكن تراثيه يقدر السائح يعملها مع الفنانين الموجودين في مدينه العقبه. أخذت عن الموضوع تقريبا سنة. بال 2018 كانت كل الأنشطة مكتوبة على الورق، وكان بس نستنى حد يآمن بالفكرة صراحة. الحمد لله في كتير ناس شجعونا وانطلق المشروع بال 2018. كان عندنا تجربة الرمل، الفسيفساء والصيادية اللي هي الأكلة الشعبية تاعت مدينة العقبة. إذا أنا بقسم حياة المشروع بقسمها مرحلتين، ما قبل كورونا وما بعد كورونا، لأنه فعلياً حتى خصائص السائح بعد جائحة كورونا تغيرت. كيف يعني خصائص السائح؟ يعني السائح صار حذر أكثر في التعامل مع المجتمعات المحلية، صار شغوف أكثر يتعرف على الثقافات والمناطق الموجودة في الأماكن السياحية بنفسه. فبتلاقي السائح شوي صعب أنك أنت تقنعيه يعمل أي شيء بسهولة ما بعد كورونا. لكن برضو خبرتنا من كورونا علمتنا كثير أشياء إيجابية. يعني إحنا في فترة كورونا كثير المشروع تطور، اللي أهلنا يكون عندنا عقباوي آرت أند كلتشر ستوديو، هو ستوديو متخصص للفنون والثقافة، موجودين إحنا هلا في واحد أيلة، وعقباوي كيتشن هو مطبخ عقباوي اللي بيقدم بس الأكلات الساحلية والشعبية تاعت مدينة العقبة. لما انطلقوا هدول المشروعين مع بعض ما بعد كورونا، صرنا نشوف السائح شغوف جدا يجرب هاي الشغلة. لما يشوف في مكان مليان ألوان، كل التجارب موجودة في مكان واحد، عم بشوف صبايا، عم بشوف شباب كلهم أعمار صغيرة، هم شغوفين كمان إنه يقدموا الموروث الثقافي والفني اللي عندهم للسائح. فصراحة ما بعد كورونا كانت الانطلاقة جدا قوية، يمكن سدت الفجوة اللي كانت موجودة بسبب أنه مدينة العقبة كانت من أول المدن الأردنية انفتحت سياحيا، وهذا إشي بيميزنا صراحة، سواء كانت على عقلية المجتمع الموجود أو على إدارة المنظومة السياحية في مدينة العقبة اللي دائما تواكب التطور في كل مراحل. اللي بدي أحكيه، أنا كان لي فرصة أني جربت هالتجربة مع مصطفى، وكنت موجودة باستوديو الفنون، وفعليا حتى اللي عنده أولاد صغار أطفال بقدر يتركهم لساعات طويلة ويكون مرتاح، أنهم عم بيتعلموا إشي عم بيكتسبوا خبرة. بس أنا سؤالي لك مصطفى، شو رأي السياح اللي بيجوا واللي بيجربوا هاي التجربة، وأيضا كمان إذا في ناس من المحافظات الثانية بيجوا بزوروكم، احكي لنا أكثر عن التفاعل بينك وبينهم. يعني رندا، إذا بدي أحكي عن السياحة أو السياح، بدي أحكي إشي أول إشي عن وكلاء السياحة اللي هم أصلاً عقباوي ضاف إلهم منتج سياحي جديد في مدينة العقبة. يعني لما الوكيل السياحي يبيع تجربة الفنون هاي للسياح، عم بيطيل إقامة السائح من ليلة لليلتين بسبب عقباوي، وهاي كلها منفعة اقتصادية على جميع الدائرة السياحية والمنظومة السياحية في مدينة العقبة. السائح لما يجي يلاقي مكان مرتب مليان ألوان كله فنون، يعمل قزازة الرمل في إيده، يعمل الفسيفساء في إيده، هاي لحالها بتخلق نوع من التبادل الثقافي الإيجابي، لأنه هو ما رح يشتغل لحاله، كمان رح يشتغل مع مدرب سواء كانت صبية أو شاب. ف
انسى التجربة فعليا في اللي بيشتغلوا في ده، الحديث اللي عم بيصير ما بينهم، حرية الأسئلة اللي عم تنطرح خلال الجلسة، هاي لحالها كمان يعني لها قيمة عالية جدا غير ان التجربة اليدوية. لكن الحمد لله يعني احنا بنحكي كل سائح عم بدخل لعنا عم بيجي لعنا إلا يجرب إشي، وانتي شفتي كيف كان المكان مليء بالأفكار مليء بالأنشطة، وهذا أسس يعني نوع جديد من السياحة في مدينة العقبة، عم نشوف أثارها حتى على بزنس الصغار. طب سؤال، إشراك المجتمع المحلي قديش مهم بالنسبة لك؟ كتير مهم، يعني إحنا كثير من السيدات والصبايا اللي كانوا ضمن منظومة عقباوي تشجعوا انه يفتحوا نفس الفكره تقريبا في اماكن تانية في مجتمعاتهم. يعني احنا نحكي العقبه مقسمه اماكن احياء، فكل صبيه اشتغلت معنا عم تلاقي عم بتاسس نفس الفكره. احنا مبسوطين لانه هاي هدف المشروع الريادي، انه يترك اثر في نفوس الاشخاص اللي بيشتغل معه. وانا بحكي لك قبل عقبه وما كان في حريه انه الشخص يبعت ابنه يرسم في مكان او الاب يسمح لبنته تشتغل في مرسم، يعني كان في عندنا شوي في الفنون ثقافه العيب. لكن الحمد لله هذا الحاجز انكسر، وعم نشوف انه تلاشى من سنتين لانه في ستارت ابس عم بيطلعوا بيختصوا بالفنون. وانا كنت عم بحكي نفس الشيء اليوم، انا بكل المجالات مش بس بالفنون عم بحس انه عم تنكسر ثقافه العيب يعني شوي شوي، فالحمد لله على هاي الفكره. عقباوي لوين رايح؟ شو الخطط المستقبليه ان شاء الله؟ الخطه المستقبليه لعقباوي يكسر حاجز العيب في ثقافه صناعه الاكلات الشعبيه في جنوب المملكه. يعني احنا بنحكي عن العقبه في عندنا حوالي 6 اصناف اكلات مش مشهورة يعني غير الصيادية. في عنا الكشنة، في عنا الحوح، في عنا الفطير، في عنا الكشري بس مش الكشري المصري، يعني في عنا أنواع كثير من الأكلات اللي ممكن تعمليها في الأسماك. الخطة المستقبلية الآن إن شاء الله شغالين من هون لثلاث شهور يكون عنا مثل شبيه بمدرسة فنون طهي نعلم فيها بس الأكلات الساحلية تاعت البحر الأحمر، وهاي أبوابها مفتوحة للسياح ولربات المنازل اللي حابين يتعلموا الأكلات الموجودة في العقبة، وكمان طلاب المدارس. المكان راح يكون تعليمي وتجربة سياحية مميزة منضيفة إحنا لمجموعة عقباوي، وكمان منتج سياحي فعال لمدينة العقبة. إحنا ما في مكان منزوره، يعني إحنا لفينا وكل بلد منزورها أول شيء بنعمله بندوق أكلتها الشعبية. فإن شاء الله يعني وكلاء السياحة شركائنا حتى المجتمع المحلي رح يشوف منتج للأكلات الشعبية على ستاندرد عالمي إن شاء الله. مصطفى العجلوني كل الشكر لإلك وبالتوفيق لإلك، وإن شاء الله نشوف عقباوي تكبر أكثر وأكثر. تحياتنا لإلك وشكرا على وقتك كمان. شكرا للفرصة الحلوة. يعطيك ألف عافية.